لم يجد أعضاء جبهة التحرير بعد من أن ينتقلوا إلى شمال الوطن، وهو استقروا في معسكر في الحوبان اللي مع معسكر النجدة الآن عند خشبة الحوبان، وقاموا بدور كبير في النضال لفك الحصار عن العاصمة صنعاء في معارك 70 يوما، واستشهد منهم 70 شهيد من ضمنهم نصر بن سيف شيخ مشايخ رضوان، هاشم عمر نائب قائد فرقة النجدة من أبناء الشيخ عثمان، أستاذ علي سالم يسلم الحارش من أبناء الشبوة سقطوا في نقير يسلة مع 70 مناضل، ومجموعة أخرى استجوا عن طريق الحديدة وأصيب منهم العدد الكبير، واستشهد منهم هائل عبد الله شايف. هذا دور الكثير يجهلونه ولم يعطوا حقهم أعضاء جيش التحرير الذين لعبوا دورا أساسيا في فك الحصار عن صنعاء.